ولا كلمة ولا كلمة. تنزلي من السيارة بتترك المفتاح بقلبها وبتنزلي. شو عم تعمل انت بجي؟ مثل ما سمعتي. يلا على السريع لشوفها. لك قوم ولا بعد ناقص. شو فكرك تخوفني انت بسلاحك يعني؟ لك حامل الفرض عم قلك. ها لك روح يا عمي. لك عجلي انزلي عم قلك. ما تقولي لا روح يا عمي ولا روح يا خالي. انزلي. اللي بنزل بدعوسك انت وياه بعد ما بتعرفوني. شو بتعملي؟ ايه؟ هدي هيدا. تنزلي هلا ولا شو؟ يا حرام. شو يا حرام ويا شو فكرك انت من عقلك انت وياه سلاح رح يخوفني يعني؟ لا والله بقوس انا. ها؟ ايه قوس. هدي خذها. ما عم تخاف. هدي يا خيي. بعده بجيب لك. انزلي اعمل لك هلا. شو رايك؟ خفت كثير هلا لانه اكبر عم كل شوي بتكبر يعني. ما فهمت انه فكرك تخوفني؟ اه فكر. مالك مالك خايفانه؟ افتحها افتحها امبري. لك هدي لك وحياة الله بفتحها بفجرك وبفجر الدنيا كلها. افتحها. اذا رجال افتحها. اذا رجال افتحها؟ شو هذا؟ انتهائتك. ما راح يمشي حالك. ما راح يمشي حالك هيك. ما راح يمشي حالك الا بالسلاح الثقيل. شو بدك تجيب لي دبابه؟ بدي اجيب لك دبابه؟ يا ريت راح اجيب لك دبابه. خليكي لحظه بس. يا زلي هقول لك. زلي 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 فوت. لا فوت. شو يا قلبي؟ انا ما تنأذي. قطشت اصبعي. شو؟ شو صار معك حياتي؟ ضربتك سيارة يعني؟ يا حوي. حدا طبش الباب على اصبعك؟ لا يا قلبي لا. شو صار؟ تقبرني؟ انا قطشته، رحت على المستشفى قطشوا لي هذا الاصبع، هذا الرابع. انت قطشته؟ انا قطشته. اه شو مجنون انت خيي؟ لا اختي لا. ليه قطشته؟ لانه خلصنا بقى عم بتقدموا لي نسوان وكذا، بدي اتجوز، تعال اتجوز، هي قصه الجيزه بدي اشيلها من راسي، قطشت اصبعي ساعتها هيك بيفهموا انه ما فيني احط محبس، خلصنا هي قصه الجيزه. اه والله، ايه بتحطه بتاني اصبع يعني شال فلسوف. عملت حسابي قطشت الثاني كمان. اه قطشت اصابيعي ساعتها لا جيزه ولا خطبه، خلصنا بقى. كرايتك دخلت كل ما بنحكي مع بنتنا بدي اتجوز بدي اخطب، خلصنا ما في اصابيع ما في محابس. احلى شيء خيي بتعمله. يلا بكره بتصاحب بتتسلى. حتى صاحب ما راح صاحب. ليه ما راح تصاحب؟ ما عم بفهم. قطشنا كل شيء. لا انت بيك شيء مجنون بالمره. خلص اختي خلصنا. ولما تكون قلبت. لا ما مشان هيك بسك. عندك شيء فلينه مش عايزتيها؟ اه حرام انضرب. قلت اياها على فيش ميموري. على فيش ميموري؟ شو بقى نعمل اليوم؟ خاف خاف منك. معلم؟ نعم. بدنا نعمل العمايل انا وياك. حياتي هلا لا هلا زايدة كثير. شوفي عم بيتسمع حديثنا. كيف حالك؟ ليك انا ما لا تطلع انه اكيد دايما